يعجبني أشخاص سلاحهم العقل وليس اللسان، وضربتهم القاضية الصمت وليس كثرة الكلام. ارفع كلماتك ولا ترفع صوتك، فالمطر هو الذي ينبت الورد وليس الرعد. ليس عليك إسعاد كل الناس، ولكن عليك ألا تؤذي أحدا من الناس. واعلم أن التسامح هو أكبر مراتب القوة، وإياك أن تدخل في نوايا الناس، فلا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. لا يتواضع إلا من كان أصيلا، ولا يتكبر إلا من كان عالما بنقصه. املك من الدنيا ما شئت، لكنك ستخرج منها كما جئت. وازرع داخل الجميع شيئا جميلا، فإن لم يكن حبا فليكن احتراما. إذا كانت قدمك تترك أثرا في الأرض، فلسانك يترك أثرا في القلب. هنيئا لمن يحرص ألا يظلم أحدا، ولا يغتاب أحدا، ولا يجرح أحدا، ولا يرى نفسه أفضل من أحد. فكلنا راحلون. اللهم ارزقنا طيب الصحبة وصفاء النفس وحسن الخاتمة. أيها الإخوة، سنرحل جميعا ويبقى الأثر.